بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الدايود. الدايود هو اول عنصر من عناصر الايه النشطه، الاكتف اليمنت او الاكتف ايه كومبوننت. العناصر اللي خدناها قبل كده اللي هي كانت ايه باسيف اليمنت، زي ايه زي الريزيستور، زي الكاباستور، زي الايه الاندكتور. وقلنا ليه هي عناصر باسيف، يعني هي هدفها في البدايه انها تعمل ايه، تاثر على مرور الايه التيار. طبعا كل واحد بيأثر على مرور التيار بطريقته. في حالة المقاومة إيه اللي بيحصل؟ بتأثر على مرور التيار من خلال المقاومة مصنوعة من مادة عازلة ومادة إيه؟ موصلة، وبالتالي كل ما زود المادة العازلة كل ما يعمل إيه؟ إعاقة لمرور الإيه؟ التيار، وطبعًا عن طريق التوصيل توالي وإيه؟ متوازن. وقلنا اللي عايز أعمل إعاقة من خلال المكثف أوصل إيه؟ أوصل المكثف إيه؟ قلنا المكثف بيمنع التغير المفاجئ في الإيه؟ في الجهد. وفي حالة ما يبقى المكثف في حالة دوائر الدي سي اللي بيحصل بيخزن الايه الشحنه، وبالتالي مفيش تيار ايه هيمر الا في حاله الايه التفريغ. انما في حاله الاي سي اللي بيحصل بيشحن وايه ويفرغ كانه زي ايه شغال زي المقاومه بالظبط. طب في حاله الملف، حاله الملف عن طريق ان لفات الملف بتقطع المجال المغناطيسي فبيولد ايه فرق جهد. خلاص فرق الجهد ده بيولد التيار ايه مضاد للتيار الايه الرئيسي، مش ده احنا قلناه؟ يعني انا ممكن في حاله الملفات اعتبر ان عندي بطاريتين، بطاريه انا موصلها اهو، ادي الملف اهو، ومر ايه مر التيار. في الحاله الاولانيه اللي هي مر التيار اعتبر ان انا عندي ايه بطاريه وكميتها ايه موجب سالب. التيار بقى لما مشي وتولد مجال مغناطيسي حواليه، والمجال المغناطيسي ده قطع لفات الملف، ولد ايه فرق جهد مضاد لمين؟ للفرق الجهد الايه الرئيسي. يعني عندي بطاريه معكوسه مع مين؟ مع البطاريه الرئيسيه، فاثرت على الايه على التيار اللي داخل، وبالتالي ايه اللي حصل؟ التيار حصل له ايه؟ تعطيل، التيار اتعطل. طب الكلام ده بيتنيه على طول؟ لا، بيتنيه فتره معينه وبعد كده مين اللي بيسود؟ التيار الايه؟ الرئيسي. هو الغرض مش ان انا امنعه، الغرض ان انا اعطله. انت فاهمني؟ بس. طيب النهارده بقى هناخد اول عنصر من عناصر النشطه اللي هو الايه؟ الدايود. ايه هو الدايود ده؟ الدايود ده عنصر الكتروني يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط، ويمنع مرور التيار في الاتجاه الايه؟ الاخر. إيز ان الكتروني كومبوننت الاو of flow of current in one direction and prevent it in another direction. يعني بيسمح بمرور التيار في اتجاه ويمنع مروره في ايه؟ في الاتجاه الاخر. طب ايه هو السيمبل بتاع الدايود؟ عباره عن مثلث كده وليه ايه؟ راس. الدايود عنصر من العناصر اللي لها قطبيه، يعني لها موجب ولها ايه؟ سالب. ده موجب وده ايه؟ سالب. الموجب بقول عليه ايه؟ انود، والسالب بقول عليه ايه؟ كاثود. طب هعرفه ازاي في الحقيقه وفي الطبيعه؟ الدايود عباره عن اسطوانه كده صغيره لونها اسمر. خلاص؟ هعرف الموجب من السالب ازاي؟ هلاقي نقطه كده في العرض كده لونها ابيض او رصاصي. دي بتشير لي الايه؟ بتشير لي السالب. وده الايه؟ السالب. وده الايه؟ الموجب. يبقى الدايود عنصر ليه
ليه قطبيه؟ خلي بالك التوصيل لازم توصل موجب مع الموجب وتسلم على ايه؟ مع السالب على حسب الاتجاه بقى. طيب يبقى ده اول حاجه عن الدايل. طيب الدايل ده ليه فكرته منين او اتعمل ازاي؟ تعال نشوف امتى بيسمح بمرور التيار في اتجاه وامتى بيمنع مروره في الاتجاه الايه؟ الاتجاه الاخر. بيسمح بالمرور في حاله لما يبقى التوصيل ايه؟ فور وارد. لو التوصيل فورورد يبقى ايه؟ يسمح بالمرور. يعني ايه فورورد؟ فورورد يعني الموجب مع الموجب والسالب مع الايه؟ مع السالب. طب ازاي بقى بيتم الكلام ده؟ احنا عارفين ان في الطبيعه في كام ماده؟ في ثلاثه. اول نوع اللي هو ايه؟ الكوندكتور. الكوندكتور ده ايه؟ موصل. ثالث نوع الانزيليتور اللي هو الايه؟ العازل. في نوع ما بينهم اسمه ايه؟ سيمي كوندكتور اللي هو بيقول عليه الايه؟ الشبه موصل. لا يعني ايه شبه موصل؟ الشبه موصل في الحاله العاديه بيبقى ايه؟ عازل. لو طبقت عليه بعض التطبيقات يحصل ايه؟ يتنقل من العازل يبقى ايه؟ موصل. طب الدايت من اي نوع من دول؟ من النوع الثاني اللي هو السيمي ايه؟ كوندكتور. يعني الدايت في حد ذاته عازل ملوش لازمه ما بيعملش حاجه. لو وصلته مع البطاريه بطريقه معينه يحصل ايه؟ بحوله من ماده عازله لماده ايه؟ موصله. ولو وصلته بطريقه ثانيه بحوله من ماده موصله لماده ايه؟ عزل. اول توصيل عندنا اللي هي الايه؟ الفورورد اللي هو الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. بيحصل هنا ايه؟ فلوينج كارنت يمر ايه؟ تيار. طب في حاله بقى الريفيرس اللي هي التوصيله العكسيه اللي هي بقى الموجب مع السالب والسالب مع الايه؟ مع الموجب، هنا ايه؟ نو current flow، مفيش تيار ايه؟ هيمر. تعالى نرسم دي ونرسم دي ونشوف ايه الفرق ما بينهم. لو جبنا ماده من النوع بي، المواد في الحقيقه بتبقى من النوعين، يا اما بي يا اما ان. يعني ايه بي وان؟ مش احنا خدنا قبل كده ان المواد بيبقى فيها ايه؟ الهولز والكترونز. في ماده مع في الطبيعه من غير الكترونز؟ لا لا. ايه هي الهولز؟ الهولز هي مكان الالكترون. يعني الالكترون لما بيتحرك الالكترون شحنته ايه؟ سالبه. لما بيتحرك بيسيب وراها ايه؟ فجوه. يعني انا واقف في الحته ديت، في حد يقرا في حد يقدر يقف في الحته اللي انا واقف فيها؟ لا محدش يقدر يقف في الحته اللي انا واقف فيها. ليه؟ انا خلاص انا شغلت الحيز ده. طب انا اتحركت سبت ما سبت ورايا ايه؟ فجوه ممكن اي حد يجي يقف فيها. فنفس القصه بالظبط، ده الفرق بين الالكترون والايه؟ والهولز. فاحنا هنجيب ماده من البي وماده من الايه؟ الان. الماده من البي الماجوريتي اليمنتس اللي فيها ايه؟ موجبه. ماجوريتي يعني اغلبيه. والان ماتيريال الماجوريتي اللي فيها ايه؟ سالبه. هنبدا بالايه؟ بالتوصيله الريفرس. في حاله الريفرس الموجب مع السالب والسالب مع الايه؟ مع الموجب. هوصل كده ادي سالب مع ايه؟
موجب وادي موجب معاه ايه؟ سالب. ادي موجب وادي سالب. ايه اللي هيحصل؟ كلنا عارفين ان الموجب ينجذب لمين؟ السالب. والسالب ينجذب لمين؟ الموجب. فايه اللي هيحصل؟ الموجب هيسحب الايه؟ الالكترونز، هيشدها الناحيه دي، والسالب هيسحب الايه؟ الهولز اللي هي الموجب، هيشدها الايه؟ الناحيه دي، وبالتالي هتصبح الدايره بالشكل ده. المنطقه ديت هيحصل ايه؟ هتزيد. المنطقه ديت ايه؟ هتزيد. لما المنطقه دي تزيد مش هيمر ايه؟ طيار. هنا هيمر طيار؟ لا. المنطقه دي اسمها ايه؟ ديبليشن لاير. يعني ايه ديبليشن لاير؟ منطقه الايه؟ الاستنزاف. ديبليشن ايه؟ لاير، منطقه الايه؟ الاستنزاف. منطقه الاستنزاف كبرت، لما منطقه الاستنزاف تكبر ايه اللي هيحصل؟ مش هيمر ايه؟ طيار. في الحاله ديت ايه؟ نو كارنت فلو، لن يمر ايه؟ طيار. احنا بنقول عليها ايه بقى؟ ريفيرس بايس، توصيل ايه؟ عكس، اللي هو موجب مع سالب وسالب مع ايه؟ مع موجب. طب عايز امثل الدايره ديت بدايت بقى، كل اللي هعمله احط الايه؟ ادي الدايت بتاعي اهو، وادي الايه؟ ادي الموجب، وادي الايه؟ وادي السالب. اوصل السالب مع مين؟ مع موجب، والموجب مع ايه؟ مع سالب. مش هيمر ايه؟ طيار. يبقى الدايره ديت ممكن اسويها بايه؟ باوبن ايه؟ سيركل. اوبن سيركل، الدايره مفتوحه. اوبن ايه؟ سيركت. طبعا لو في هنا اوبن سيركت قطعت الايه؟ الدايره، مش هيمر ايه؟ مش هيمر طيار. ما دي في حاله الايه؟ في حاله الريفرس. بيعجبني بقى بعض الطلبه في الامتحان لما ما بيبقاش عارف يعبر يرسم. في بنت كانت بترسم رسمت في سنه من السنين، حتى رسمت الدايره ديت ورسمت الكلام ده وخلاص، انا فهمت بقى، فهمت هي عايزه تقول ايه. خلاص طبعا مش هتفضل لي الامتحان كله رسم بقى يعني. انا بقول ايه يعني، ممكن تنزلق في الوقت ولا حاجه، فايه؟ ترسم. تنجز نفسك ترسم. بس طبعا ما دام انت راسم وكاتب على الرسم خلاص، انا ماليش حاجه عندك يعني. ده بالنسبه لموضوع الايه؟ موضوع الريفيرس. تعالى نشوف بقى موضوع الفورورد اللي هو التوصيل الامامي اللي بيمر فيه تيار بقى. في حالة بقى التوصيل الأمامي، أدي مادة من النوع B وأدي مادة من النوع N. في حالة الـ B الماجوريتي شارج سالب، والماجورتي تشارج في حالة الان سالبة، في حالة البي موجبة. كل اللي هعمله انا هوصل بقى ايه؟ السالب مع السالب، والموجب مع الايه؟ مع الموجب. مع الموجب. احنا عارفين كلنا ان الاقطاب المتشابهة بيحصل فيها ايه؟ تنافر، والاقطاب المختلفة بيحصل فيها ايه؟ انعكاس. وبالتالي ده موجب مع موجب هيبدا يزق فيه فين؟ لجوه. وده سالب مع سالب هيعمل ايه؟ هيزق فيه ايه؟ لجوه. صح ولا لا؟ صح. قاعد يزق 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 اهو، وده قاعد ايه؟ يزق الناحيه الثانيه، ده عمال يزق وده عمال يزق. ايه اللي هيحصل؟ ديبليشن لير ده هيحصل فيها ايه؟ هتنهار.
الديشن ليه هيحصل فيها ايه؟ هتبقى اقل ما يمكن. يعني ايه؟ يعني الموجب هيروح للسالب والسالب هيخش على الموجب هتبقى ايه؟ اقرب. فايه اللي هيحصل؟ هيمر ايه؟ طيب هنا الكرنت فلو فلو دي الحاله اللي احنا عليها دي ايه؟ الفورورد بايس اللي هي ايه؟ الموجب مع الموجب والسالب مع الايه؟ مع السالب. طب ينفع امثل الدايود بحاجه؟ اه ينفع امثل الدايود اهو، ده موجب ده سالب، معاه موجب وده معاه ايه؟ سالب، هيمر ايه؟ طيب ينفع امثل الدايود هنا بشورت ايه؟ شورت سيركت، ادي موجب وادي ايه؟ سالب، ولما ده شورت سيركت يبقى هيمر ايه؟ طيب هيمر طيب في الايه؟ في الدايود، يبقى هنا الكرن طيب، يعني أنا وصلت البطارية كده وتنيت موصلها، تنيه بقى يمر التيار على طول إلى ما لا نهاية؟ لا، طول ما أنا موصل أولاً هيبدأ عند الدايود يتكون من مادتين من نوعين، مكون من مادتين اثنين، يا إما سيليكون يا إما إيه؟ جرمانيوم، يا إما سيليكون يا إما إيه؟ جرمانيوم. السيليكون بيحتاج كام؟ بيحتاج 7.10 ايه؟ فولت عشان ايه؟ منطقه الديفيشن اللي هي تنهار 7.10 ايه؟ فولت، والجرمانيوم بيحتاج 4.10 ايه؟ فولت. يبقى السيليكون بيحتاج 7.10 فولت عشان منطقه الديفيشن اللي هي ايه؟ تنهار ومر التيار. الجرمانيوم بيحتاج 4.10 فولت عشان منطقه الديفيشن اللي هي تنهار ويمر ايه؟ طيار. يبقى الدايود يا اما مصنوع من السيليكون يا اما مصنوع من الايه؟ من الجرمانيوم. جرمانيوم ماده شبه موصله دي. خلاص. طيب لو تريد موصل جهد ايه اللي هيحصل؟ الدايود هينهار، هيخش حاجه اسمها بريك داون فولتج اللي هي منطقه ايه؟ الانهيار، منطقه جهد الايه؟ الانهيار. فانا رايح حاجه زي كده. طيب ده في حاله الايه؟ السيليكون، وفي حاله الايه؟ الجرمانيوم. في كيرف بيوضح الكلام ده. اه تعال نرسمه بقى، اسمه كارنت فولتج كاركترستكس دايود. الكيرف ده مهم جدا. لو جينا حطينا الجهد على المحور الافقي والتيار على المحور الايه؟ الراس، ايه اللي هيحصل؟ عند الصفر هنا اهوت مش هيمر ايه؟ تيار. عند 7.10 لو الدايود ده سيليكون، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يمر ايه؟ تيار، هتنيه يزيد بقى مع زياده الايه؟ الجهد. طب تنتنا ازود ايه اللي هيحصل؟ الدايل هينهار، وهيحصل هنا مرحله الايه؟ البريك داون اللي هو بيقول عليه الجي بي، اللي هو البريك داون فولتج، اللي هو جهد الايه؟ الانهيار. في الحاله ديت احنا كنا شغالين فين؟ في الفورورد، تمام؟ في الحاله ديت بيحصل ايه؟ طبعا مش هيحصل توصيل، فالدايت هيرجع للايه؟ للريفرس تاني في المنطقه ايه؟ في المنطقه دي. ده اللي هو الايه؟ الاي في، ده بنسميه اي في كاركترستكس كيرف. كلمه كاركترستكس دي كبيره جدا. خلاص؟ فاحنا بنختصرها بسي اتش على ايه؟ على اس. سي اتش على اس يعني كاركترستكس، يعني خصائص. طيب الدايود ده ليه يونت؟ الدايود يونتلس، يعني ايه؟ عنصر ملوش وحده، ولكن ليه حاجه بقدر اميزه بيها اللي هي ايه؟ قيمه التيار اللي ممكن يستحمله. يعني ايه؟ يعني انا لما اروح للراجل اقول له انا عايز اشتري دايود، هيقول لي عايزه كام امبير؟ 1 امبير، 2 امبير، 3 امبير، تمام؟
يبقى الوحده بتاعته اللي هي الايه اللي بتقدر تميزه قيمه الامبير اللي بيقدر يستحملها. تمام. طيب انواعه بقى ليه كذا نوع. النوع الاولاني اللي هو الضايل الايه العادي. النوع الثاني بيقول عليه الليد. كلنا عارفين الليد. الليد اللي هو عباره عن ايه؟ لايت اميتنج دايت. لايت اميتنج ايه؟ دايت. الليد ده اللي هي بيمر فيها تيار تولد ايه؟ ضوء. في نوع ثالث اسمه الزينر دايت. الزينر دايت ده دايت برضه بيستخدم لتثبيت الجهد. بيعمل فيكسد للايه؟ للجهد. الرمز بتاعه عامل كده. خلاص استخدم لتثبيت الايه؟ الجهد. الزينر دايت شغله عكس مين؟ عكس شغل الدايت. يشتغل في الاتجاه العكسي، يشتغل في الريفرس. يعني لما باجي اوصله في الدايره بوصله عكسي، ما بوصلوش ايه؟ فورورد. تمام؟ هتاخده بالتفصيل بعدين، احنا اللي يهمنا بقى اللي مركزين عليه ايه؟ الدايت. تمام؟ طيب استخدامات بقى، استخدامات الدايت اخر حاجه هنقولها. اليوزز بقى. ليه كذا استخدام؟ أول حاجة إنه بيمنع مرور التيار في اتجاهه ويعديه في الإيه؟ في الاتجاه الآخر. Flow of current in one direction. رقم اثنين بستخدمه في دوائر الإيه؟ الريكتفاير. Half wave ريكتفاير. ايه هي الهاف ويف والريكتفاير؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على الاي سي وقلنا ممكن نستخدم الدايود لو انا عندي اشاره ساين ويف بالشكل ده. لو استخدمت دايود في حاله الهاف ويف ممكن اعدي الايه؟ الموجب او السالب. يبقى انا هعدي ايه؟ نص الاشاره بس. ده بنسميه ايه؟ حاله الموجب. ده بنسميه ايه؟ الهاف ويف ريكتفاير. فاكرين لما كنا بنتكلم بنقول ازاي نحول من اي سي لدي سي؟ بستخدم الدايت في التحويل من الاي سي للايه؟ دي سي سي. رقم ثلاثة الفول ويف ريكتفاير. بعمل تحويل كامل للايه؟ للاشارة. ده موجب سالب، موجب سالب، موجب ايه؟ سالب. بحولها كلها يا اما كلها في الموجب يا اما كلها في الايه؟ في السالب. ده برضه من ضمن استخدامات الايه؟ الضايع. خلاص خلينا نكتفي بدول، دول هناخد عليهم ان شاء الله تجارب ونشتغل عليهم وبعد كده هنبقى نكمل ان شاء الله. ماشي.